كل عام كننظموا هذه الجوله هذه اللي كيرجع فيها لو غروب باش يتلاقى مع الجمهور ديالو المغربي. وان شاء الله هذا العام حنا مشينا سوغ خمسه ديال لي دات، خمسه ديال المدن، مراكش، الدار البيضاء، الرباط، مكناس وحتى طنجه. وهذه فرصه لينا، فرصه للمجموعه ديال لاباس اننا نعرفوا بالثقافه ديال ثقافه المغرب العربي ونقربوا الشعوب عن طريق الفن والموسيقى. Voilà, donc notre musique elle a pas de frontières, même des choudou. Voilà, un Jazairi qui part au Canada, je suis en Colombie, un Rami je suis en France à Chouya. Donc voilà, donc on a des musiques à terre, on a fait le groupe terre, on a fait de la basse, Halien, qui a une ouahed québécois, péruvien, qui a une ouahed chamal de la France, ouahed breton de la France, qui a une. كل قنط كل قنط. وحنا هذا هو الميساج تاعنا، حنا الميساج تاعنا انساني وحابين برك الانسان يكون مليح. هذا ما عندنا هذه ثالث مره كنحضر للجروب من 2016 اول مره جاو فيزا فور ميوزيك وحنا كنحضروا ليها. انا كنت نطلي من 2009 2008 بشحال هذه. صراحة واحد الجروب اللي كيخليك مرتاح باش نكونوا واقعيين، وموسيقى اللي كتقيس كل شيء، فهمتيني، بنادم كبير صغير شباب شابات كل شيء كيقيسوا. عنده واحد الموسيقى، عندهم واحد الموسيقى اللي ما عندهاش واحد الحدود، فهمتيني، يعني ما عندهاش وطن او انتماء.